أحمد فيه رقم عالي جدا الحمد لله، هدف لكل 81 دقيقة، أقرب واحد له اللي هو جوميز في تاريخ الدوري، هدف لكل 101 دقيقة. بيسجل بكرة إذا لعب؟ إذا لعب بيسجل. الحمد لله من اللعيبة، لا الحمد لله من اللعيبة اللي عنده الحل الفردي، عنده التمركز. عبد الله أكثر لاعب سجل في الرائد أتوقع، ساهم ب 15 هدف أمام الرائد. حاط يدك على قلبك شكلك. أول هدف له مع الاتحاد أمام الرائد. ركز عليه.